في العام 1793 ميلادية تم بناء خان النخيل أو خان الربع كما يسمى في كربلاء ضمن سلسلة خانات لإيواء الزائرين بينها وبين النجف، وبعد أكثر من 100 عام أعيد بناؤه من جديد، لكنه عاد وتعرض للتدمير زمن النظام السابق الذي حوله إلى مستودع لذخيرة الحرس الجمهوري وانفجر داخل الخان. واليوم تم افتتاح خان النخيل بحلته الجديدة بعد 4 سنوات من الإعمار ليتحول إلى موقع سياحي وثقافي بامتياز. هي العمل الآثار والتراث أخذت على عاتقها إعادة بناء وترميم هذا الخان وإعادته كما كان. انتهت المراحل كلها والآن تم افتتاحه رسميا من قبل السيد الوزير. هناك نية لاتخاذه معرض متحفا تراثيا، وبالتعاون مع السيد المحافظ والحكومة المحلية سيتم إقامة المنتديات الثقافية والندوات والزيارات. خان النخيل وهو مربع الشكل طول ضلعه 86 مترا وارتفاع سوره 8 أمتار وله 4 أبراج ومدخل وحيد من الجهة الشرقية، ويتوسطه بئر للماء ودكتان للصلاة، وتحيط به أواوين متعددة لإسكان الزائرين ومبيتهم. وزارة السياحة والآثار اعتبرت افتتاحه ضمن سلسلة مواقع أثرية ومتاحف بمثابة رد على تدمير آثار العراق، إلى جانب مسارات الرد عبر المنظمات الدولية. مسار رد ثقافي على ما تعرض له العراق من هجمة تخريبية، وبدأ في سلسلة فتح دور تراثية ومتاحف، وكان على رأسها المتحف الوطني العراقي، واليوم في كربلاء افتتح هذا المعلم، ولدينا برنامج أنشطة على مستوى هذا العام. ومسار آخر أيضا لدينا جهد دولي مع اليونسكو، أسفر هذا المسار عن قرارات دولية عديدة، أهمها القرار الأخير 1199، وهذا القرار مهم. وتؤكد وزارة السياحة والآثار أنها متجهة لتفعيل دور المواقع الأثرية في عموم البلد لإطلاع العوائل العراقية على تراث بلدهم العريق ومنحهم متنفسا سياحيا وترفيهيا من نوع جديد. هناك خطط مستقبلية إلى تحويل هذه المواقع إلى متاحف، مراكز ثقافية ذات نشاطات استثمارية سياحية، فعلا احنا بدينا بهذا الشيء. ويقع خان النخيل على مسافة 15 كيلومترا باتجاه النجف، حيث يوجد خانان آخران على الطريق بين النجف وكربلاء، هما خان النص أو خان الحماد وخان الربع من جهة النجف. وبعد سنوات من الإعمار تحول خان النخيل إلى موقع سياحي يمكن أن يجتذب الزوار الأجانب والعوائل العراقية الباحثة عن الراحة والترفيه. من خان النخيل بمحافظة كربلاء، راجي نصير، الحرة.